بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع ملفات الـ DWF. ملفات الـ DWF دي عبارة عن ملفات بتتصدر من برامج كتيرة جدا زي ريفت، اوتوكاد، اركاد، فيها كل الشتات والفيو، وتقدر من خلالها تعمل ملحوظات، تعمل مثلا كومنت على حاجة معينة. يعني هي بتستخدم للمراجعة او تستخدم برضو للطباعة، ممكن تطبع من خلالها. هاجي هنا في شيت براوزر واقول له انا عايز افتح ملف، بس انا دلوقتي عايز اختار مثلا ملف يكون ممكن تفتح البي دي اف عادي 2D وتشتغل عليه. خلينا نفتح دي دبليو اف اهوت، واقول له افتحه لي مثلا من هنا، ونفتح مثلا دوت، اقول له اوبن، بيبدأ يفتح لي الشيتات كلها. اي شيت فيهم تقدر تدوس عليه مرتين، او تقدر تتنقل عليه من هنا من الاسهم ديت فتروح للحاجه اللي انت عايزها، تمام، من الاسهم اللي تحت. ممكن تيجي بقى عشان تعمل حصر تقول له كوانتيفيكيشن، تختار الاسلوب الحصر اللي انت عايزه، الكتالوج اللي انت عايزه، وتختار لوحه القياس فينيش. هتقول له انا عايز مثلا احصر مثلا حوائط مثلا، تمام. تعال نعمل زوم. هنحصر ازاي بقى؟ من خلال الادوات اللي عندي ديت. ممكن نرسم مثلا بول لاين او ريكتانجل بول لاين مثلا اهوت، ولما تخلص دوس بس رايت كليك، خلاص هيروح حاصرها، وهتلاقي جاب لك اللينس بتاع الخط ده دي، تمام. ممكن تقول له انا عايز احسب اريا، فتيجي هنا تختار الاريا، بس تكون واقف على حاجه مثلا روف او روم، تقول له انا عايز احسب الاريا، فهو يحسب لك الاريا دي للحاجه اللي انت هتعملها. رايت كليك يروح خارج ويجيب لك الاريا دي، تمام. كده تقدر تحصر الحاجه حتى لو هي 2D، حتى لو هي مرسومه على الاوتوكاد او مرسومه على كذا. ده بيديني ادوات تسهل لي الحصر، فهتلاقي علامه على الحاجه اللي انت حصرتها، تمام. ده كويك لاين، لو انت عندك حاجه مرسومه مجرد بس تختار الحاجه، الخط نفسه يروح يبدا يحصر لك الخط ده، تمام. كل دي ادوات بتسهل لي الحصر. يعني مثلا كاونت دي يكون واقف مثلا على الاعمده، تقدر تقول له كاونت، تقدر تحسب كل نقطه فيهم. لما يحصل اي تعديلات او في حاجه اتغيرت في اللوحه، هتلاقي ان كل حاجه اتحصرت محطوط عليها علامه صح او محطوط عليها العلامه ديت، والحاجات اللي ما اتحصرتش ما فيهاش علامه، فتعرف ايه اللي اتحصر وايه اللي ما اتحصرش. يعني هو بيديني ادوات او بيديني تولز احصر من خلالها، تسهل عليا الوقت حتى لو اللوحه معموله 2D.